اوكي، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحك وصباح الوطن الجميل. اليوم ان شاء الله سامعين، ان شاء الله كل شيء تمام. بنكمل من حيث انتهينا المحاضرة الماضية. كان الوقت مشكلة بس 40 دقيقة وبغلق الزوم. اوكي، حكينا بالنسبة في عندنا اكسترا بيتس اضفنا مشان الاكيوريسي تو جيت مور اكيوريت اريثمتيك في المبس، وهذا طبعا الديزاينرز اختاروا هذا الحكي مشان فائدة الكمبيوتيشنز. فعرفنا انه الهدف من الاكسترا في عندنا راوندنج قلنا بيتس، اوكي، والبيتس الثانية، اوكي، to allow the computer to get the same results as if the intermediate results were calculated to infinite precision and then rounded. يعني مش نعمل rounding مع كل step، لا، مع ال step الأخيرة، مع ال steps intermediate steps بكونوا إيش؟ كأنهم infinite accuracy، وال step الأخيرة نعمل فيها إيش؟ rounding، وطبعا بالحالة نحصل على more accurate results، لأنه بال floating point طبعا يعني عشر جزء بسيط مهم جدا بالكالكوليشن. كمان to increase the accuracy more to support this goal and round to the nearest even the standard has a third bit اللي حكينا عنه اللي هو ايش سميناه، قلنا الستيكي بت، بالاضافه للجارد والراوند. اذا صار لنا 3 بتس، الجارد بت، الراوند بت، ستيكي بت. فالستيكي بت طبعا له فائده زي ما احنا شايفين. طبعا اضفت لكم امثله اليوم، رايحين نشوف بعض الامثله ان شاء الله على الريبرزنتيشن. كيف واضحه الصوره عندكم؟ سلايدات واضحه؟ واحد يحكي؟ اوكي، ها؟ ما في طبعا، ما فيش شيء، معناته اوكي، ما فيش ولا كومنت ولا شات. اوكي، طبعا حكينا هذا الحكي بالنسبه للسلايد هون انه كمبيوتر اريثمتيك از كونسترايند باي ذا ليميتد بريسيشن. حكينا الاشياء اللي اضفناها 754 نوتيشن، قلنا لكم شوفوا الاي تريبل 854 فلوتنج بوينت نوتيشن كمان از انذر ستاندرد. اوكي، كمان في عندنا كومبلكسيتيز قلنا بال فلوتنج بوينت. اوكي، لان ذيس فيري امبورتنت سلايد. طبعا ليش اخترنا احنا ليش اخترنا الستاندرد ساينتفك نوتيشن فور ريلز نورماليزد فورم؟ له ادفانتجز مهمه جدا، ادفانتج 3، يعني قدرنا نشوف 3 ادفانتجز. اول ادفانتج انه سمبليفايز اكسشينج اوف داتا. اوكي، سمبليفايز اكسشينج اوف داتا which includes floating point numbers. يعني صارت الان الكمبيوترات تفهم على بعض في نفس النوتيشن، بيستخدموا نفس الستاندرد. الستاندرد دائما بيخدم المصلحة العامة. اوكي، simplifies the floating point arithmetic algorithms to know that numbers will always be in this form. اوكي، اذا بسط علينا الفلوتنج بوينت arithmetic لانه عارف انا الستاندرد شو هو وعارف شو كيف اتعامل معاه. والفائدة الثالثة it increases the accuracy of the numbers that can be stored in a word. ليش؟ لانه ال unnecessary leading zeros are replaced by real digits. ما فيش صار عندنا ايش leading zeros of course to the right of the binary point. فهي طبعا كلها ايش فوائد لل standard scientific notation. في عندنا examples، في بدي اعطيك وظيفه بالاخير سؤال تلو. اوكي، الان ولا شو the IEEE 754 binary representation for floating point number 20 to the base. طبعا لاحظوا ان احنا عدن كي 20 طبعا هو انا ايش البيس 2 طبعا استخدمها البيس 2 كله شغلنا مش بيس. اوكي، بس هنا طبعا الاكسبوننت لاحظ. اوكي، طبعا 20 في البيس تو ذا بيس 2 طبعا اوف كورس ذيس از نوت لايك ذيس، ذيس 20 بيس 2 هون بنحطه بالتحت. اوكي 2، اوكي في اخطاء طبعا بالاشياء.
واللي بالباينري طبعا ال 20 بالبيز 10، بيز 10 طبعا. اوكي شو بيساوي بالباينري؟ ها بيساوي ايش؟ 10100 لها 16 و24. اوكي اذا 20 تو ذا بيز 10، 20 تو ذا بيز 10 مش اكس 1 10 بيز 10 باي ذا واي. اوكي سكيب. اوكي بتساوي طبعا 10100 بيز 2. الان بنعملها نورماليزيشن، لاحظ بنحاول نعملها 1 تو ذا ليفت اوف ذا اوف ذا باينري بوينت. اوكي لاحظ انه كان القد احنا حطينا الفاصل وين حطينا النقطه الباينري بوينت هنا، اذا قديش قدامها هنا 4. اذا مشان نحافظ على الجواب الصحيح لازم نضرب ايش في 2 لقوه ايش؟ لقوه 4. الان هذا ال1 هو عباره عن ايش؟ تتذكروا لما عملنا ريبريزنتيشن كان هيدن. اوكي نخفيه. اوكي بضل عندنا ايش هنا؟ سيجنيفيكانت. سيجنيفيكانت اللي هو 0.010. طبعا زيروز على اليمين ما فيش الا داعي. اوكي والساين طبعا نعرف انه بوزيتيف فالساين تكون ايش؟ تكون زيرو. الان بالبيست كومبوننت بنضيف له قديش؟ نضيف له الاكسبوننت نضيف لها 127 وعندنا 4 وانا بصير قديش؟ بصيروا 131. في اوكي 131 لان بالدبل بريسشن نعرف انه البايس هو عباره عن 1023 زائد 4 بصير عندنا 1027. مشان نقدر نمثلهم بالسنجل بريسشن والدبل بريسشن اوكي بنحط اول شيء الساين بت اللي هو 0 0 بالدبل كمان. لان لاحظ في عندنا هنا بالاكسبوننت 131 لاحظ هنا لازم يكون 8 بتس احنا 1 2 3 4 5 6 7 8 لان 1 قدامها 7 قديش بتساوي؟ كلهم يعرف بتساوي 127. اوكي 127 و3 قديش بصيروا؟ طبعا هو 128 واحد قدام طبعا 8 لو نقول 1 قدام 128 و3 131. اوكي لما نقول كلهم وحدات طبعا بكونوا ايش؟ 7 وحدات بكون 127 بكون 1 قدام 8 وحدات اصفار. اوكي بصير 120 طبعا هي عباره عن ايش؟ وانا 127 اوكي زائد 128 زائد 3 131. اوكي 131 اذا ال1 الهيدن 1 من قيمه بالاكس. لان لاحظ انا هذا في اي سؤال اي شيء؟ فالواحد قلنا من قيمه الواحد هذا اوكي صير لنا 0 1 0. طبعا هذا ايش كم بتون في عندنا؟ 23 و 28 و 8 و 31 و 32 بت. اوكي اوكي الان دبل بريسيشن اوكي بصير عندنا 1023 اوكي زائد الاربعه اللي هي بصيروا ايش؟ 1027. اوكي طبعا نعرف ان الواحد قدامه 10 قديش بتساوي؟ يعني اللي هي 2 قوه 10 شو بتساوي؟ 1024 و3 بصيروا ايش؟ قديش؟ 1027. فهي 1027 اوكي وطبعا السيجنيفيكانت بيظلوا نفسه 010. اذا لما نرجعه لا الديسيمال بنرجع الواحد اوكي ونضربه في 2 قوه. لاحظ هذا نطرح الاكسبوننت مثلا في السنجل بريسشن نطرح الاكسبوننت الاربعه من 131 هاي بيطلع 127 من 131 بيطلع عندنا ايش؟ اربعه وبيطلع عندنا ايش الرقم اللي هو الاصلي اللي هو 20. راح ناخذ الان مثال اخر اخر بكسر اوكي مثله مع كسر. يعني بدل ما ناخذ 20 ناخذ 20 20.5 بنمثل الرقم 20.5 بالنظام العشري نحوله باينري طبعا بال IEEE 754 نوتيشن سنجل ودبل بريسيشن. طبعا شبيه بالاكسرسايز السابق هنا بس بنضيف ايش؟ بنضيف ال 0.5. لاحظ هاي ال 20 وهي النص اوكي بالباينري تمثيل نفس الغلطه نفس الشيء هنا نحولها اسكيب اوكي نحطها بال اوكي اوكي
نفس الشيء، فقط هنا ايش زدنا واحد هنا النص. فبالتمثيل هنا لاحظ هنا انه طبعا الساين بوزيتيف اجين، وطبعا الرقم 20 بالباينري و20 ونص طبعا. هاي هون ذس ال1 هاي باي ذا واي 0.5 صارت تمثل 0.5، وال10100 اللي 1624. طبعا بما ان حركنا الفاصله هالقد نضربها في ايش 2.4. اوكي حركناها طبعا ضرب 4 حطينا هنا. اوكي نفس الشيء 131 و 27 بصير هنا، فبطلع لنا الرقم هذا هو ايش التمثيل له. لاحظ هون هاي الاكسبوننت هون ايش، لاحظ ضفنا فقط عن المثال السابق في هون في ال1 هاي ما كانش موجود. هاي ال1 اللي هي ايش عباره عن ايش 0.5، نفس الشيء هون عباره عن ال0.5. طبعا زي ما احنا بنعرف سيجنيفيكانت اللي هو 23 بت هنا. اوكي هون 53 اوكي بت، طبعا 52 مع ال11 وال0 اوكي بصير 64 بت. إذا في أي سؤال، في أي سؤال ها شباب صبايا، ما في سؤال. أوكي بس أحب كل مرة سامعيني يعني، ها الكل سامعني إن شاء الله. دكتور سامعينك الأمور ماشي تمام يعني، ها الله يعطيك العافية. الآن في عنا مثال حلو هيك عجبني والله، فتحلو لي اياه شوف، بده جهد شويه. يوم الاربعاء هيك شوف مين ودي لي اياه يعني الجواب له، تدوا لي اياه يوم الاربعاء. في عندنا البت باترن، تذكروا حكينا احنا قلنا البت باترن لا يعني ممكن يعني شغله يعني اي شيء انت عن زيروز وانز. الان هنا في سؤال اعطيتك انا البت باترن 32 بتس، بقول لك وات داز ات ريبريزنت assuming that it is two's complement integer. اخذنا two's complement احنا طبعا اخذنا unsigned integer. الآن what it represent as a single precision floating point number. Okay. والفرع الأخير دي اللي هو as a MIPS instruction. شو مثل MIPS instruction؟ طبعا ترجع MIPS instruction، ترجع للكود، ترجع لأشياء كثيرة. Okay. كمان floating point طبعا تستخدمه هنا. فيوم الأربعاء إن شاء الله بتودوا لي. تمام. Good. Okay. الآن شو ظهر عندكم؟ شو ظهر عندكم الآن؟ Chapter 4. Good. الآن إن شاء الله يعني أعطينا Chapter 3 جهده، أعطينا يعني جهد كافي. الآن إن شاء الله بنروح على البروسيسور اللي هو Data Path and Control. فالبروسيسور هون طبعاً Chapter 4 في عنا قسمناه لأجزاء. Okay. Chapter 4 هو الجزء الرئيس في ال كورس، خلينا نقول كله شيء رئيس طبعا هذا شيء. بس هذا البروسيسور ديزاين، لانه دخلنا مرحله الديزاين الداتا باث والكنترول. طبعا في اشياء كثير نعرفها في السابق لوجيك ديزاين. اوكي راح نشوف لوجيك ديزاين كونفنشن طبعا بيلدينج داتا باث. صار في مشكله اوكي مش مشكلة. اوكي طبعا راح نشوف البيزك ميبس امبلمنتيشن، انا اوفر فيو اوف ذا امبلمنتيشن. اوكي طبعا كلوكينج ميثودولوجي هاي طبعا مش راح شغلات اللي مرت معنا في السابق طبعا ممكن مر على سريع او مرش عليها. بتعرفوا البوزيتيف ايش تريجر والنيجاتيف ايش تريجر، تريجرنج لفليب فلوبس كله اخذنا هذا 220. اوكي راح نشوف طبعا الشيء الاهم اللي هو بيلدينج داتا باث. في عنا 3 different implementations راح ان شاء الله نشوفهم. اوكي راح نشوف طبعا creating a single data path
اوكي سمبل امبلمنتيشن ابروتش، راح نشوف طبعا ملتي سايكل امبلمنتيشن ابروتش، وراح نشوف البايب لاين ابروتش كيف ال يو كنترول ديزاين ذا مين كنترول يونت، راح نشوف شغله كيف اوبريشن اوف ذا داتا باث داتا باث ال يو واشياء ثانيه معها، كيف فاينلايزنج ذا كنترول والبروبلمز وذ سنجل سايكل امبلمنتيشن and solution اللي هو حلنا المشاكلها باستخدام ملتي سايكل باستخدام البايب لاين زي ما احنا رايحين ان شاء الله نشوف. نرجع للبرفورمانس، اتذكر لما حكينا عن الانستركشن كاونت، حكينا عن الكلوك سايكل تايم، حكينا عن نمبر اوف كلوك سايكل بير سكند، سي بي اي سم از بير انستركشن سي بي اي، اوكي لان الانستركشن كاونت الاي سي سمينا بتذكروا بالاكزامبلز اللي اخذناها في شابتر 1، فالاي سي ريكويرد فور ا جيفن بروجرام از ديتيرمند باي the compiler and the instruction set. Okay, then compiler and instruction set هم اللي بيحددوا ها الايش ال instruction count ال IC instruction count. Clock cycle time طبعا and the number of clock per clock cycles per instructions. Okay, CT طبعا و CPI circular instructions سميناها. شو بحدد هو implementation of the processor. إذا في عنا implementation راح نشوف ثلاث طرق implementation. شوف هذا الحكي، عشان هيك أنا عرضت هذا الحكي عدته لأنه له تأثير على إيش على implementation. implementation بأثر على هذا الحكي. Okay. This chapter كمان we construct طبعا data path and control unit for simple implementation. نسميه طبعا single cycle. كيك سنجل كلوك سايكل امبلمنتيشن اوف ذا مابس انستركشن سيت. فهذا طبعا مش عارف ليش المابس يروح يجي لهون، ايوه اوكي ذا ذس امبلمنتيشن طبعا بيستخدم سنجل لونج، طبعا سنجل لونج سايكل فور افري انستركشن. وطبعا في مشكله انه استخدم انا الانستركشن الصغيره القصيره بداش كلوك سايكل بداش سايكل طويله، والطويله استخدم نفس اللونج يعني كلوك سايكل، فانا بدي اخذ الاسوء انا واعتبره هو الكلوك سايكل لانه بيستخدم سنجل سايكل امبلمنتيشن. اوكي طبعا راح نشوف ان شاء الله الاذر امبلمنتيشن زي ما قلنا لحل هاي المشكله استخدام المالتي سايكل امبلمنتيشن والبايب لايننج. الان البيسك مابس امبلمنتيشن مش رايحين احنا نشوف كل الانستركشن سيت طبعا للمابس، احنا رايحين نشوف فقط سبست الاساسيه اوكي في الامبلمنتيشنز اوكي، وهذا طبعا نسموه الكور مابس انستركشن سيت طبعا هي الاساسيه، ومنها بنقدر احنا نضيف شغلات فيما بعد اللي بده يضيف او بده يروح على التفصيل، تكون الاساسيات عرفها طبعا، وهي الاساسيات اللي تستخدم في الامبلمنتيشن. فرايحين نغطي ان شاء الله بشرحنا بالنسبه للامبلمنتيشن للميمو ريفرنس انستركشنز اوكي اللي هي اللود وورد والستور وورد اوكي، وراح نشوف الاريثمتيك لوجيك انستركشنز الاد سبتراكت والاند والاور والست اون ليس ذان، كمان الكنترول فلو انستركشن البرانش ايكوال اوكي والجمب. هاي السبست طبعا فاستثنينا اشياء من السبست واضح الشاشة عندكم هلا؟ واضحة؟ واضحة دكتور. اوكي. ماوس راح ورد رجع هلا اوكي.
Okay. And this subset does not include the shift or multiply will and divide k are missing. Okay. Multiply will h divide are missing. نعطيهم تحسيبا معقدات تفصيلات اكثر احنا بدهم وقت كثير احنا طبعا مش احنا في وقتنا حدود بالكورس اوكي كمان النور does not اوكي does it include any floating point instruction ما فيش عندنا floating point ولا شيء اوكي اذا استثنينا floating point استثنينا المالتبلاي واستثنينا ايش كمان divide اوكي لكن بقول لك الكي principles used in creating the data path and designing the control will be illustrated فالهدف اذا كله منه ايش انه نوضح الكي برنسبلز الاساسيات خلينا نقول ديزاين للداتا باث والكنترول اوكي فكره الاساس كيف نعمل الديزاين وراح نشوف ان شاء الله بشيء من التفصيل اوكي so in examining the implementation we will have the opportunity وهي الهدف طبعا انه نتطرق او نتعرف على ايش how the ISA instruction set architecture determines many aspects of the implementation نشوف المفاهيم الاساسية في implementation and كمان how the choice of various implementation strategies ما بين simple implementation single cycle implementation multi cycle pipelining ممكن يكون other كمان implementation strategies how they affect clock rate and CPI for the machine. Then بيأثر على clock rate, بيأثر على cycles per instruction. Okay. And كمان رايحين نوضح كمان تذكروا ال four design principles اللي أخذناهم في الشابتر السابق. كمان رايحين many of the key design principles كمان بعض الأساسيات للديزاين introduced in either chapter كمان can be illustrated by looking at the implementation. Such as the guidelines اللي أول design تذكروا هذول سميناهم اللي هو إيش design okay principles make the common case fast simplify favors regularity كيف يعني قلنا أربعة حالات شفناهم في chapter 2 okay كمان بالإضافة إلى ذلك إنه most concepts used to implement the MIPS subset طبعا they are the same basic by the way ideas that can be used to build the broad spectrum of computers. فنفس الأساس استخدمت إيش لكمبيوترات في كمبيوترات أخرى في تصميم كمبيوترات أخرى. Okay. من ضمنها طبعا هاي performance servers, general purpose microprocessors, embedded processors, which are increasingly in products ranging من video cassette recorders للأوتوموبيلز, السيارات, طيارات وغيرها طبعا. Okay. الآن خلينا نروح على الـ implementation overview of the implementation. We'll start with the real implementation, okay, of the processor, okay. An overview of the implementation. الآن نرجع للـ instruction execution cycle. تذكروا حكيناها في لما حكينا عن organization رسمنا الرسمة شفنا الـ instruction execution cycle, okay. اللي بتعمل فيتش وديكود وغيره طبعا فيما بعد نشوف التفصيل كمان الاكسكيوشن قلنا فيتش ديكود اكسكيوت تذكروا 3 ستيبس الان في عندنا فيرست 2 ستيبس باي ذا بالامبلمنتيشن ذي ار كومون لكل الانستراكشنز تقريبا في المبس اوكي ذا فيرست 2 ستيبس ان ذا امبلمنتيشن اور امبلمنتنج ذا كور مبس انستراكشنز اللي هي اللي شفناها في السلايد السابقه الانتجر ارثمتيك والميموري ريفرنس والبرانش ها شو هم الفيرست تو ستيبس اللي هم كومن لهم كلياتهم مهم جدا نعرفهم طبعا هذول لانهم كومن لكل الستيبس الستيب الاولى لعمليه الفيتش لاحظ انه عمليه فيتش للانستركشن يقول لك سند بروجرام كاونتر بي سي تو ذا ميموري احنا قلنا تذكر لما شرحنا قلنا في عندنا ريجستر بسموه ميموري ادرس ريجستر في الاورجنايزيشن معظم البروسيسورز في شيء بسموه ميموري ادرس ريجستر بيحتوي على الادرس the next location اللي بدي انا اقراه طبعا هو نستخدم من البروجرام كاونتر okay, to the memory that contains the code and fetch the instruction from that memory اذا عملنا فيتش للانستركشن قلنا وين موجود الانستركشن بتتذكروا حكينا قلنا على الانستركشن ريجستر على الانستركشن ريجستر اوكي الان بعد ما عملنا فيتش للانستركشن وي ريد
لاحظ الستيب الثاني لعملية قراءة لون أو تو ريجسترز، لون أو تو ريجسترز اللي هم رايحين نشوف إنه في بعض الانستركشن بحاجة لون ريجستر وبعض الانستركشن بحاجة إيش تو ريجسترز. الآن وين بنستخدم هذولا؟ يقول لك using fields of the instruction to select the registers to read. إذا باختيار إيش هنا الفيلز of the instruction. بتذكروا بدي أسألكم مرة ثانية وجابتوا وجاوبوا حتى الطلاب جاوبوا أنا عارفه طبعاً جاوب هذا السؤال. قلت لكم كم بت إذا كل فيلد عندنا هنا ما قديش؟ يلا 5 بس لأنه في عندنا كم ريجستر قلنا؟ كان في عندنا 32 ريجسترز من 0 إلى 31 أرقام. وإذا استخدم 5 بس لأنه يقول لك using the fields of the instruction 5 bits كل register to select the registers to read. لأن لاحظ for load word instruction we need to read only one register. اوكي ومعظم الانستركشنز الباقيه بحاجه نقرا كم register غير 2 registers. اوكي اذا لو سالتكم طيب شو اوكي لاحظ هنا عملنا فتش اوكي ورحنا قرانا register او 2. الان الخطوه التاليه after these two steps الاجراء طبعا مشان نكمل الانستركشن بيعتمد على الكلاس، على نوع الانستركشن، بيعتمد على ايش؟ على الكلاس اوف ذا انستركشن، وراح نشوف طبعا في السلايدات الجايه كل كلاس ناخذه لحاله ونشوف شو الستبس ل ميموري ريفرنس انستركشنز، شو الستبس للريجستر انستركشنز، شو الستبس للبرانش انستركشنز، راح نشوف اذا شو الستبس لكل اجراء، لانه الاكسشن بيختلف، بيختلف من ال من الـ R-Type Instruction بيختلف لـ Memory Reference Instruction بيختلف لـ منه لـ Branch Instruction. لأن Generic Implementation التنفيذ العام أو الخطوات العامة بشكل عام بيصير like User Program Counter PC to Supply Instruction Address. اوكي هاي شوف سميناها تتذكروا الفيتش Instruction Fetch. اوكي Get the Instruction from Memory يعني تهيئة مشان Instruction Fetch نهيئ الـ Address هنا. اوكي Get the Instruction نجيب الـ Instruction. اوكي Read Registers قلنا 1 or 2 registers حسب the class of the instruction. Okay. Use the instruction to decide exactly what to do. اللي عملية ايش؟ decoding. عملية decoding تفسير يعني تشفير وشيفر من zeros and ones. ما نشوف بناء على ايش طبعا هو انا حكينا المرة الماضية بناء على ايش قلنا؟ بناء على ال instruction الكود تاع الكود operation code والفيلد الأخير اللي هو ايش سميناه؟ ها سميناه يلا ناسيين function. اوكي نجمع تو قلنا فيلز اوكي نستخدمهم فور ذيس بيربس. الان في عندنا اشياء مهمه نقاط مهمه جدا بالديزاين. زوم بيعطيني انه يو ويل اند ان 10 مينتس للاسف فشو بدي اعمل له داري حاضر ماشي اوكي then all instruction use the ALU after reading the registers. كلهم classes استخدم ال ALU. Okay. تفصيل موجود هون. وانا طبعا كله اكيد عارفينه انه even بقول لك across different instruction classes there are some similarities. يعني فهي من ضمن ايش وانا similarities ما بين different classes of the instructions. في similarities. وهي by the way اللي هو very important من the design principles اللي اخذناهم في chapter 2. Okay. المبس ديزاين برنسبلز الاربعه ديزاين برنسبلز. اوكي في اشياء سيميلاريتي بتسهل علينا الامبلمنتيشن حقيقه هدف منها. اوكي لان امثله بقول لك اول انستركشن كلاسز لاحظ عم تستثنى الجمب انسى الجمب البرانش انستركشنز و الريجستر تايب والميموري ريفرنس انستركشن يوز ذا ارثمتيك لوجيك يونت افتر ريدنج ذا ريجسترز. طبعا لو سالتك الميموري ريفرنس انستركشن ليش تحسب تستخدم اللي اليوم عشان نحسب ايش؟ لا ديسكالكوليشن مش في عندنا اوفست وفي عندنا بيز ريجستر مش تعمل له تعمل اديشن لهم ولا لا؟ كي تعمل اديشن نستخدم الاي ال يو مشان نحسب ايش الادرس. اوكي نحسب الادرس الار تايب انستركشنز. اوكي الارثمتيك لوجيكال انستركشنز مشان ايش نستخدمها؟ مشان نستخدم الاي ال يو مشان عمل اوبريشن هل هي اد هي سبتراكت هي واو. اوكي والبرانش طبعا مشان ايش عمليه الكومباريزون شو بتساوي البرانش الاي ال يو؟ طيب كيف تعمل كومباريزن بالاي ال يو؟ ها؟ حكينا اللي بتعمل عمليه طرح مشان نشوف مثلا برانش ايكوال
بتطرح ريجستر من ريجستر شوف الريزلت اذا كان زيرو بكونوا متساويات والا فلا اوكي. فاذا كلهم استخدموا ايش ال يو. لاحظ هذا ببسط علينا الديزاين بسهل علينا عمليه الديزاين اوكي. ف سمبليسيتي اند ريجولاريتي لاحظ اوكي سمبليسيتي اند ريجولاريتي فعمل شغلات كومون لكلهم. اوف ذا انستراكشن سيت سمبليفايز ذا امبلمنتيشن يعني الديزاينرز ما شاء الله عليهم كانوا يعني يفكروا بهذا الحكي هذا الابروتش استخدموا هاي التكنيكس اوكي سموا المبس اوكي والنيو بروسيسورز طبعا غيره احداث الحديثه اوكي باي ميكينج ذا اكسكيوشن اوف ماني اوف ذا انستراكشن كلاسز سيميلر اوكي. اذا استخدام هاي الاشياء سهلت علينا عملية الديزاين. اوكي في اي سؤال اي استفسار؟ الان after using the ALU زي ما شفنا في السلايد السابقة اوكي فالاجراء بده يختلف اوكي مشان نكمل الانستركشن بيعتمد على نوع ايش كلاس اوكي انواع الكلاس of the instruction اوكي. فهنا بالنسبة للميموري ريفرنس instruction instructions طبعا في ميموري ريفرنس احنا اوكي يقول لك instruction will need to access the memory اما to write data مشان ايش طبعا الرايت مشان الستور او to read مشان ايش الريد مشان اللود مضبوط ولا لا؟ لان بالستور اوكي we need to access the memory to write باللود بنقرا من اللوكيشن اللي حسبناه وين بالمرحله السابقه اوكي بنستخدم ال ALU اوكي. لان arithmetic logic instruction must write the data from the ALU back into a register. مش عملت عمليه الاد مثلا على سبيل المثال اوكي بدنا ايش نكتب الريزلت رجعها على ايش register file ذكر register file لما شرحناها على شفناها على اللوح. وبنصير البرانش كلاس اوكي we may need to change the next instruction address حسب ايش طبعا حسب الكونديشن result of the comparison اوكي. فاذا كان طبعا اما الانستركشن تكون النكست انستركشن بي سي بلس 4 ها او بتكون ايش من بسموه التارجت انستركشن اوكي اللي نعمله مثلا لوين نروح لبرانش اكسكيوشن ليبل مثلا ليبل 1 او ليبل 2. طبعا بي سي شود بي كريمنتد باي 4 ليش؟ لانه قلنا الانستركشن 32 بيتس 4 بايتس اوكي تكون ادرس ذا نكست انستركشن. فيو هاف اني كويستشن؟ اوكي اذا لاحظوا هنا الاجراءات اللي بتتم كل كلاس طبعا احنا راح نشوف شو كيف هذا الحكي بيتم بالتفصيل اوكي. نلاحظ هنا استا راح نشوف فيجر 1 سلايد شوز ذا هاي ليفل فيو اوف ذا مبس امبلمنتيشن اوكي. وي فوكس طبعا ذس امبلمنتيشن اون ذا فانكشنال يونتس اند ذير انتر كونكشن فانكشنال يونتس اللي بيستخدموا في الامبلمنتيشن طبعا بوضح لنا كمان الموس اوف ذا فلو اوف داتا ثرو ذا بروسيسور هذا مهم جدا نعرف الداتا فلو كيف بتمشي اوكي. طبعا هون اتومس بقول لك تو اسبيكتس راح نشوفهم طبعا وي ديسكس ذم نيكست اوكي بعدين اوكي. لنلاحظ الفيجر هون ذس فيجر فيجر 41 ذا ابستراكت فيو اوكي. طبعا في شغلات هون راح نشوفها هلا تفصيل اكثر. لاحظ جاي هون يعني في هون شغلات جاي من هون او جاي من هون هل يجوز هذا الحكي هيك؟ اه بصير بصيرش طبعا لانه نختار اما نختار من هون بي سي بلس 4 او نختار من هون اوكي جاي معلومات جايه من هون اوكي. فلازم نحط ايش هون لازم نحط ايش كمان نحط ملتيبلكسر اوكي يعني لازم نحط ايش هون ملتيبلكسر اوكي. نفس الشيء لاحظ في داتا جايه وتيجي من هون وتيجي من هون ما بصير دايركت كونكشن لازم نحط هون ملتيبلكسر. تذكروا لما كنا نشرح لكم عن الملتيبلكسر قلنا راح ان شاء الله نشوف استخدامات له في 432 بالاركي كورس كنت دائما احكي لكم اياها اوكي.
اوكي لما حكينا عن المالتيبلكسر. واليوم باي ذا واي يعني يعني المصادفه انه بال220 اليوم درسنا عن المالتيبلكسر سبحان الله. اوكي فمن راح نضيف هنا بعد المالتيبلكسر طبعا هنا اوكي طبعا لاحظوا هنا بدنا نقرأ من الميموري شو بنقرأ طبعا هنا داتا مشان ايش مشان اللود بدي ريجستر فايل. نلاحظ هنا هاي الكومبوننتس الموجوده عندنا في عندنا نوعين رئيسيين اخذناهم 220 كلي الكومباينيشنال وعندنا ايش كمان سيكوينشال. السيكوينشال طبعا كنا نعرف اللي هي الاليمنتس اللي بتخزن ايش اللي فيها ستورج اوكي ستيت ماشين يعني ستيت اوكي سيكوينشال نقول عنها اوكي. في عندنا طبعا هذا الاورجنايزيشن الجنرال اورجنايزيشن للبروسيسور اوكي. فأي مكان في داتا جاي من أكثر من مكان زي هون مثلا جاي من هون من هون لازم نحط ايش مالتيبلكسر. كان في أماكن كثيرة اوكي فيها هيك زي هون كمان نفس الشيء بس نحط دايركت كونكشن لازم يكون في عندنا ايش يكون عندنا مالتيبلكسر اوكي. كمان لاحظوا هنا في عندنا write data in the memory. عشان ايش هاي write data into the memory؟ لاحظ باي ذا واي كمان هون في عندنا فصلنا instruction memory عن data memory to memory اوكي. طبعا هذا بسموه split اوكي memory. في عندنا راح نشوف ما split او unified memory فيما بعد راح نشوف تكون memory واحده للinstruction وللdata اوكي. unified هون في عندنا split memory اوكي. لاحظ نعمل هون write عشان ايش انت نعمل write هون للميموري عشان الستور نقرا من الميموري نحط على ريجستر فايل اوكي مشان ايش اللود انستراكشن اوكي. الان لاحظ الفاليو بي سي الان نكتب البي سي the value written into the PC can come from one of two address to لاحظ جاي من الادر هذا الادر هذا الادر هذا اللي هو مشان next instruction اوكي. اذا جاي من two adders اوكي. Data written into the register file can come command from either إما الـ ALU لاحظ أو وين أو الـ data memory. الـ ALU طبعاً من الـ arithmetic operation نعمل add subtract نعمل operation okay. ومن هو مشان إيش لما نقرأ طبعاً مشان عملية زي ما قلنا عملية store okay. اوكي اذا زي ما قلنا بحاجه ايش هنا نحط مالتيبلكسرز. اذا ذيس داتا لاينز كانت سمبلي بي وايرد توجذر ما بصير نربط مع بعضهم بعض لازم نحط ايش هنا قلنا المالتيبلكسرز اوكي okay.